هذا اليوم هو حفلة نصيب السيد الوكيل العام الجديد الوافد من محكمة استئناف بالرباط، خلفا لسيد الوكيل العام السابق عبد الرزاق فتاح. عبد الرزاق فتاح الوكيل العام وضع أسس جديدة ومناهج جديدة من أجل النهوض بكتابة النيابة العامة، بحيث أنه قضى على جميع المخلف وأصبحت المحكمة الاستئناف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأسفي هي محكمة نموذجية في المغرب يقتدى بها. تاريخ هذه المحكمة يشهد بالمجهود الجبار الذي قام به السيد الوكيل العام السابق. والمشاركة في مراسم هذا التنصيب الذي يدخل في إطار الجلسات الرسمية المنظمة بأمر من مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد الوكيل العام الجديد نتمنى له مقاما محمودا ونتمنى له التوفيق والنجاح إن شاء الله، وسوف يجد طاقما إداريا من كتاب الضبط من خيرة الموظفين. أكيد بأنهم غادي يعملوا نفس الطريقة ونفس المنهجية التي سبق أن عملوا بها مع السيد الوكيل العام السابق، وما أظن إلا الأمور إن شاء الله سوف تكون جيدة وتكون إلى أحسن إن شاء الله، بحيث نحافظ على نموذجية هذه النيابة العامة التي أصبحت مثلا يقتدى به في المغرب في محاكم النموذجية، بل الأكثر من ذلك أنها حتى في الاتحاد الأوروبي اعترفوا بالمحكمة النموذجية وصنفنا في المرتبة الأولى بعد محكمة تورينو بإيطاليا التي كانت تحتل الصدارة، وأصبحت هذه المحكمة تحتل الصدارة، يعني هي الأولى ومحكمة تورينو هي الثانية، وهذا شيء جميل يثلج الصدر، ونتمنى للجميع النجاح إن شاء الله والتوفيق. والسلام عليكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.